تحية طيبة لكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، اليوم غادي ناخذكم لأحضان الطبيعة. فهاد النهار اللي كيبان لكم صافي، ولكن ما كانش صافي، الجو 100%، كان شوية الغمام وكان الضباب في الجبل، واحد الجو اللي فاجأنا وخلعني أنا واحد الوقيتة، حيت ما بقيناش كنشوفوا قدامنا بالضبابة، كي كنسميوها حنا الضبابة العمياء، كطيح فوق الأرض وما كنبقاوش نشوفوا قدامنا، ولكن هذيك الضبابة تما باردة بزاف، وهذاك الجو هو اللي كيكون فيه الثلج. كان على وشك باش يطيح الثلج الوقيته فاش كنا حنا نيت راجعين. تلاقينا مع بزاف ديال الناس هنايا، الناس ديال المنطقة اللي هما ناس بسطاء وطيبين جدا، بزاف الناس اللي دوينا معاهم، بزاف الناس اللي خدينا من عندهم شي حاجة، أطفال صغار كيبيعوا أشياء اللي كيجنيوها على جنبة الطريق، كي اللي كيبيع البيض ولا الزعتر ولا عصا سيدنا موسى، بزاف ديال الحاجات اللي كيبيعوا على جنب الطريق. وصلنا لواحد البلاصه اللي بارد فيها بزاف الحال، اللي درجه ان حسينا بالوجه ديالنا كيتكمش من شده البروده، ومع ذلك الناس كيزاولوا الاعمال ديالهم والانشطه ديالهم بشكل عادي جدا. اللي كيبيع كيبيع، واللي كيحطب واللي كيسرح، الناس كيعيشوا الحياة ديالهم في هذاك الجو البارد جدا بشكل عادي. ولفوا مسكن الأغلبية الناس لقيناهم كيحطبوا حيت الجو بارد بزاف، كيحتاجوه للتدفئة، كي غتشوفوا قدام البيبان ديالهم كل شي حاط العواد، حاط الخشب اللي كيستعملوه للتدفئة. هي أجواء صعيبة بزاف يعيش فيها الإنسان، الله يكون لهم في العوان. في الحقيقة اللي طلع يضرب الدويرة هنا ما ينساهمش بأي حاجة، أي حاجة ولو على الملابس المستعملة والأحذية بالخصوص، حيث الأرض صعيبة بزاف، فيها الحجار وفيها الغيس، وخا يخرج بصباط اليوم غادي يسردو ما يلقاش ما يلبس في العشية، إلا خرج في الصباح كيسردو لهم الأحذية وكيتغيسو وكيخسروا لهم، حيث كي غتشوفوا المنطقة ما بقاش فيها غطاء نباتي بشدة البرودة اللي كاينة، كيولي الحجر ماضي وكيتهرس، إذا كيف ما كان الحذاء راه ما كيضربش بزاف وكيتقطع. المهم اللي طلع يدير شي دويرة هنا يتفكرهم بأي حاجة، واخا يلقط حويجات عي من دارو. ودابا الناس ما كيبخلوش، واخا هكاك اللي قلتي ليه الا عندك حوايج ما كيلبسوهمش ولادك راه كيعطيهم لك بكل فرح، وتتفرحوهم كتنزلوا، اكيد كتنزلوا فرحانين حيت ساعدتوا بزاف الناس تماك. كنتمنى لكم مشاهده طيبه، وكنتمنى تستمتعوا بلا فيديو، حيت سمعت بزاف ديال الاصدقاء قالوا بان فيديوهات قصار. انا قلت اليوم نحنتكم درت لكم فيديو طويل طويل، ولكني ما سقيت حتى بشي بلاصه، مع ذلك راه فيه ساعتين ديال التصوير وقزمته حتى ولا هكا، قطعت بزاف الاماكن. كذلك كنبغي نعتذر منكم لرداءة التصوير في بعض الاماكن بسبب كتململ ليا ايدي بزاف، كنتمنى تعذروني وتستمتعوا معايا بهاد المناظر. شكرا لكم دائما على التواجد ديالكم معايا، على اللمه الطيبه اللي كتلموا، الله يخليها ديما محبه ويخليها ديما صدقه يا ربي دائما. ونسيت ما قلت لكم ان الوجهه ديالنا اي تخمان ما بعيدش بزاف، شي 25 كيلومتر اللي ضربنا في المرتفعات اللي تقريبا كتفوت 1400 متر على سطح البحر.
شويه.